بدأوا ينتقموا من تركيا. بدأ من ينتقم من تركيا. أيادي خارجية. طبعا نصير بهذا الطريق واحد لا يستطيع أن يقفنا يعني. حوالي ثلث من الجيش صفى من الجنرالات طبعا. ما هو الشكل المتوقع للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي في تركيا 2023؟ سيحاولوا وسيبذلوا كل جهودهم عشان يمنعوا تركيا من تحصل على هذا التطور. مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدكتور ياسين أبطاي ضيف الحلقة القادمة من برنامج لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية.